بنت نقافة بايرة منتوج ثقافي يحتاجه مغاربة العالم. واش ما كاينينش الفرق المسرحية الشابة وكاين الكوميديين في دول الإقامة، فرنسا، في هولندا، في إسبانيا، بلجيكا، في إيطاليا؟ هادوك هما اللي خص الوزارة تدعمهم باش يقدموا المنتوج الثقافي للشباب، الأجيال اللي ما تتعرفش لا بنت النقافة بايرة، لأن هذا استهزاء بالثقافة والهوية المغربية. علاش تنصرفوا الملايين على لعبات باش ينوضوا واحد المجموعة ديال المسرحيين يجيو يضحكوا علينا في دول الإقامة، وتقول الوزارة بأنها تساهم في نشر المنتوج الثقافي لمغاربة العالم. مغاربة العالم ليسوا بحاجة للجندي وأمثال الجندي، لأن الأجيال الصاعدة خصها منتوج من ذاك البلد فين عايشة فيه، وذاك المنتوج هذاك هو اللي يتكلم على الهوية والثقافة المغربية، وحتى المواطنين ذاك البلد غادي يعرفوا الهوية والثقافة المغربية، ماشي بنت النقافة بايرة. هنا تيبان بأن الوزارة بايرة في المنتوج ديالها.